بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الأول أحب أشكر شركة وكيليا على continuous medical education على support اللي بتعملهولنا. Second thing, I would like to thank my professor and my mentor, Professor Dr. Magdi Bidda, the president of the of Alexandria Retina Society, for his continuous support and guidance throughout our career. Dr. Magdi, كان مدريف من النهاردة أن احنا هنتكلم يعني in short وكيليا على the intraocular foreign body different approaches. This case دي حالة intraocular foreign body, وحنلازم نتفق يعني at the beginning of our presentation ان في حالات intraocular foreign body ممكن تطلع شايفة 6-6. الحالة دي شافت 6-6, بس ده بيعتمد على حاجات كتير, ده اللي احنا هنقولها مع بعض كده. بمعنى ان مش اي عيان يبقى عنده intraocular foreign body يبقى ده hopeless case او يمشيه او الى اخر الكلام ده. هو احنا اول حاجة بنعملها, انا اول ما دخلت بال NPR وفتحت الكونش, لان انا عامل حسابي من الاول ان انا هطلع للفورين بادي بارس بلانر, هطلعه بارس بلانر مش انتيبر ابروتش, لان اللينس هنا از كلير لينس. وبرضه الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها ان مش شرط تشوف الانتري سايت اوف ذا فورين بادي, ممكن الانتري سايت ما تشوفوش في الكورنيا ولا تشوفه في البرينبل سليب. نعمل فيتريكتومي عادي جدا, كور فيتريكتومي, ديتاش البوستيريور هيلايد. وايل دوينج ديتاش البوستيريور هيلايد از فيري امبورتنت ان ذيس كيسز, عشان يمنع الابريتنال ميمبرين فورميشن ويمنع يقلل البي في ار طبعا. وانا بشتغل هنا كور فيتريكتومي, فبيحصل تربلنس جامده جدا مع الفورين بودي, ممكن اقطع الشبكيه, فبشفت الى ايه؟ بشفت الى الشيرنج مود, يبقى هاي كاتنج ريت وبقلل الباكيوم بتاعي, يبقى مور ستيبل, البيبي ستابيليتي اكتر, وانا بتعامل مع الفورين بودي. انا بشيل الفورين بودي هنا, انا بوسع, دايما نعمل حسابنا ان انت توسع اكتر من الاستيميتد سايز بتاع الفورين بودي اللي انت شايفه, عشان ما يتحشرش في السبيره يحصل له امبيدنج ان ذا سبيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه, ذيس از ذا ثري ليفلت فورسز او الباسكت فورسز اللي بنستخدمه عشان نشيل الانتروكيلر فارين بادي. الانتروكيلر فارين بادي هنا انا عارف ومشخصه من قبل كده وشايفه ان هو فيري سليم, هقدر اطلعه بالثري ليفلت فارين بادي فورسز او الباسكت فارين بادي فورسز, وهقدر اطلعه من البارس بلانا انسيجن بتاعي, هقدر اطلعه من البارس بلانا انسيجن. الخطوه دي مهمه, ان دايما بيحصل انسبكشن للفارين بادي ويقع تاني, فانت تقدر تخش تجيبه تاني. فاهم حاجه انك افتح اكتر من الاستيميتد سايز اوف يور استيميشن اوف ذا فورين بادي. بعد ما نطلع الفورين بادي هنشوف الفورين بادي دلوقتي, ذيس از ذا فورين بادي, لازم اخش اكمل البارس اللي انا اديته بتاعي, اعمل شيبنج كويس للفيتوس بيز, واعمل اندنتيشن ان ممكن الاقي فورين بادي تاني انا مش شايفه, ممكن الاقي بريك انا مش شايفه في البيترس بيس مكان الانترنس. ما لقيتش الكلام ده, هو خلاص انا بخش على طول على السايت اوف انجري, اند اي هاد تو ليزر اراوند ذيس سايت اوف انجري, لان غالبا بيبقى في بريك حتى لو مش واضح شويه من السب ريتنال هيمرج اللي موجود. After that I left the patient on air without silicone and without gas in this case. ان مفيش ديتاتشمنت, انا اي نوت شور ان في بريك. البيشنت عدى كويس جدا, ما حصلوش كاتريك, and he was after the operation, after the experience of air, he attained 0.8 visual acuity. ده مش بيحصل كتير طبعا, بس ده المسج ان احنا ممكن نوصل للعيان اللي عنده انتر بيرفورمي بادي ان هو يشوف 6-6. ده الانديكيشن احنا بنعمله عشان نتاكد ان ما فيش اي سايت اوف انتري او انذر فورمي بادي موجود. سوري. The other case is a different approach. This patient كان عنده traumatic cataract, traumatic white cataract, intraocular foreign body and vitreous hemorrhage. أنا بصبغ بالتركينا كورت, بعمل بي في دي, مهم جدا نعمل بي في دي في الحالات ديت. أنا هنا ما كناش لاقيين الفورين بادي, بس مع الإنديتيشن لقيته impacted بعد البارسل بلان على طول ورا السيريدي بادي. فأنا اكتشفته إزاي؟ اكتشفته بالإنديتيشن, انما ما كانش باين وانا بعمل البارس بلانر فيكتومي. توز امبيدد اند فيري انتيريور جاست بيهايند ذا لينس كابسول.
انا طبعا شلت الشيب الكبسول اللي كان فيها بيك مطرح المطرح الاوتوماتيك كاتريك الاوتوماتيك كاتريك في امبورتد ان انا اعمل شيبنج كويس جدا للجترس اراوند ذس فاين بودي عشان لما اعمله داي سيكشن وانا بطلعه ما اعملش ايجينيك بيك. فاي ديد فور ذس اند بعد كده اي انترد وذ ذا بيك اند اي ترايد تو دي امبيد ذا the foreign body and remove it and dissect it from the retina. طبعا في تقول ده مطرح الامباكشن بتاع ال foreign body. In this case I didn't use the foreign body forceps. It is slim and slenderly shaped foreign body. So I entered by the integrated forceps. وده غالبا integrated forceps قديم عندي لما استخدمش الا بحضر ال foreign body. فهقدر اطلعه من حضرة الله بين فولين بارد فورسيس. هنا حصلنا حاجة اسمها الشلف تكنيك. يعني أنا هنا حضرة الله different procedure. أنا شغلت 23 جيش ما فتحتش بالMVR ما فتحتش الكونش وحضرة الله عن طريق الانتيريو سيجمنت. حضرة الله عن طريق الانتيريو سيجمنت هعمل حاجة اسمها الشلف تكنيك. أنا الأول حضرة الله على الايرس وحطلع واخش انتيريولي أجيبه من فوق الايرس وطلعه من بره زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الصورة السودة دي معناها إن احنا بنشفت من البوستيريور مود للانتيريور مود بنشيل البيوم ونشتغل. والناس الحكيمه اللي معانا بتبقى فاهمه القصه دي طبعا وعارفاها. بنحاول نحط انا هنا حطيته على اي بوت ادي كاميرا يس اي بوت ادي ادي ايرس اند افتر ذات اي كان جيت ات فروم ذا ايرس اند جيت ات اوت سايد ان ان ايزي واي ويزاوت دوينج سيروتومي اند ويزاوت انكريزينج ذا lens of the sclerotomy and opening the conch. This is the foreign body. After that, I can implant an IOL. And this is what I did here. And I implanted PMMA IOL in this patient. I have to do laser on this break. And I have to do a very thorough shaping of the vitreous base at this area. And I did laser, endo laser. Upon this break, around all the ages, this break, and this patient was left on gas and lying on his bed. عشان نستفيد من الجاز دائما يا جماعه بيبقى بيفلوت upward. فانا عايز اغطي الجزء دوت من غير ما احط سيليكون. بعد كده وسعت وحطيت ال IOL والبيشنت اتحسن وصل ل 6/24 6/18 and he was very well and very satisfied by this. Our take-home message. The take-home message عندنا golden rule in all cases of trauma, which is not to induce more trauma. When you handle a patient of trauma, please be sure that you don't induce more trauma for the patient. The number one, different approaches are tailored to different scenarios. Before we enter the surgery, we have different scenarios, anterior approach, posterior approach. To all my colleagues and my residents and all specialists, we should do multi-slice CT. Multi-slice CT in all cases of trauma must be done. And don't count on ultrasound. Don't count on ultrasound because it is anti-operator dependent. Many foreign bodies have unseen entries, which means to show the entry site, عشان تكون في foreign body. Do not give patient promises. احنا ما نعرفش ايه اللي هو ايه اللي حصل. انت ممكن تفاجئ ان كل حاجه سليمه والعيان ما يتحسنش عشان عنده traumatic optic neuropathy. Don't give patients promises. Traumatic optic neuropathy may end your success. Least vision to enter, which is controversial, is perception of light. And we should do some electrophysiological studies at this stage. Intervention within the first 2 weeks is the most advisable. Patients with anterior foreign body may attain a very good vision in early intervention. And thank you very much.